بعدما كانت تستورد سابقا، هي أجهزة الدفع الإلكتروني تصنع محليا في ورشة مصنع أوني بسيدي بالعباس، حيث تم افتتاح مصنع مختص في تصنيع الأجهزة الإلكترونية الذكية والكلاسيكية. رانا نوجدوا هنا في الوحدة إنتاج تي بي او والهواتف الذكية. راه عندنا هنايا خدمنا التي بي او سمارت، ودروك رانا نخدموا في التي بي او كلاسيك. الوحده هنا عندها العمال تاعها 50 عامل، ما بين لي زوبيراتريس وبين لي زانجينيور وكل العمال هنا اللي كان 50 عامل. والقدره الانتاجيه تاع اليومي تاع التي بي او عندنا 400 تي بي او يوميا. وهو عباره عن تكنولوجيا جديده اقتحمتها مؤسستنا، وقوم تركيب محلي جزائري بفضل المهندسين والإطارات، قمنا بإنتاج هذا المنتوج. المميز في المصنع هو ارتفاع نسبة الإدماج فيه إلى 70%، واعتمادي على تكوين ودعم الخبرات المحلية. المنتوج هو سهل على المؤسسة الوطنية للصناعة الإلكترونية، أن الدولة قد مولت هذا المصنع باش يكون يستوعب كل المنتوجات الإلكترونية الاحترافية من بينها التي بي او. ما يخفيكمش الأمر بأن نستطيع أن نقوم بالاندماج الوحدة المنتوج إلى ما يفوق 75%، قريب إن شاء الله نقوم بهذا الاندماج في أسرع الوقت. كما أن قمنا بتكوين المهندسين في مجال لو سيستم دافورماسيون، سيستم دافورماتيك تاع التي بي او. المؤسسة الوطنية للصناعة الإلكترونية أوني تصنع الفريق هذه المرة، واكتسبت حصة مهمة في سوق الدفع الإلكتروني بعدما رفعت التحدي بكوادر محلية. درسي. منتجات أوني تلفاز سمارت ولد آخر التقنيات، إنها صناعة 100% جزائرية. جهود العمال لم تذهب سدى، فهي مصدر رزق أزيد من 1300 عامل ورقم أعمال يقدر ب 3 ملايير دينار جزائري. La capacité a augmenté pour le smart 360 produits par jour et pour le LED normal on a atteint un objectif de 500 produits par jour. مركب أوني يدخل العصرنة. من أجل إعطاه دفعا جديدا حظي بدعم حكومي، إذ تم بداية سنة 2011 مسح كل ديونها المقدرة ب 24 مليار دينار جزائري وتزويدها ب 15 مليار دينار جزائري، وهذا ضمن سياسة الدولة في استرجاع المؤسسات الاقتصادية الوطنية التي عرفت انتكاسا لسنين قبل سنة 2000. عملية تسويق منتوج أوني يعتمد بالأساس على السوق الجزائرية، إذ تعرف الصناعة الإلكترونية بالجزائر تنافسا حادا في الوقت الذي أصبحت فيه التكنولوجيا الحديثة مقياسا للجودة والحداثة. الأيام الأخيرة من مارس وصلنا إلى تسويق حوالي 25,000 جهاز تلفاز. المهم في بيع المنتوج هي الخدمة ما بعد البيع. بتواجد شركة أوني الصناعة الإلكترونية بسيدي بالعباس تسابق الزمن، وهذه الأخيرة تطمح لتصبح قطبا للصناعة الإلكترونية في أقرب الأجال. باستحداث مؤسسة أوني مخبرا للبحث والتطوير، بالإضافة إلى التجهيزات من آخر الطراز التكنولوجي وتكوين المهندسين، تتحول تدريجيا إلى مجمع متعدد الأقطاب يعمل على تحقيق الاندماج الصناعي والانفتاح على عديد القطاعات. جهاز الدفع الإلكتروني تي بي او يصنع لأول مرة في الجزائر لفائدة بريد الجزائر في وحدة تابعة لأوني دشنت في ماي من السنة الجارية. تماشيا مع استراتيجية الدولة في خلق فضاء صناعي يحمل على عاتقه التكنولوجيا الاحترافية، شجعت الدولة الشركة الوطنية للصناعة الإلكترونية بإقامة مصنع جديد يأخذ بعين الاعتبار الطرف الصناعي. والحمد لله بعد شهرين من فتح المصنع بادرت الدولة الجزائرية على طريق الحكومة بتقديم مشروع إنجاز جهاز مصرفي
تي بي او للشركة الوطنية الجزائرية، وهذا فخر للمؤسسة الوطنية الجزائرية. نخدموه نديروها في لو تيست بون دو 4 جوسكا 8 اور الى كي ديباسي لي 4 لي 4 اور لو كان يكوبي بوندون هاد لي 4 اور افون يحبس. من بعد اون باس لكاش فارادي، هاد لكاش فارادي تيست تو لي سينيو وان امبيش ان امبيش لانترفيرونس تاع لي سينيو باغ اكزومبل كيما لي بورتاب تاعنا اللي هما هنا كلشي ما تخليهمش انترفيري مع لو تي بي. وبهذا تكون اوني قد قطعت شوطا هاما وتكسب بذلك حصه في سوق الدفع الالكتروني على غرار الواح الطاقه الشمسيه التي مونت بها المدارس الابتدائية ابتداء من هذا الدخول الدعم الذي تحظى به هذه المؤسسة الوطنية سيسمح بإنتاج مختلف التجهيزات التكنولوجية عالية الدقة التي يتم حاليا استيرادها من الخارج.